أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاهتمام بالصناعة والتحرك في هذا القطاع يأخذ وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة أن مشروع المجمع تصل التكلفة التقديرية له بدون تكلفة الأرض والمرافق نحو 800 مليون دولار واستغرق 4 سنوات. على أن احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم 6 مصانع دول، يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعه في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها خدت، وكنا ضاغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمه في اسرع وقت ممكن، لان كتير من الناس يقولوا ايه انتوا ليه مش مهتمين بالصناعه؟ احنا عشان نهتم بالصناعه ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفه كبيره. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده انت بتتكلم في غير ثمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعه. عشان تعمل مصانع كثيره تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت، ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت ننتبه لحاجه مهمه قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجوده ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقه الكهربائيه اللازمه.